بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبدئيا كده والله هو كان المقصود ان هي تطلع شبه العربية، بس طلعت مدية على كلب، يعني مش عارف. بس عموما الموضوع مش بالسهولة دي. الوركشوب بتاعتنا قررت ان هي تبقى كبيرة شوية، خصوصا الاولانيه، لان بصراحه عايز الم كل البيزكس في الورك شوب الاولانيه. مش كل البيزكس بقى، عايز احط تكنيكات كتير جدا عشان بعد كده هنشتغل برتم اسرع وبمعدل محاضرات اسرع. يعني مش هيبقى فيه تكرار للمعلومه، مش هيبقى فيه ان انا بتك على حاجات بيزكس، معدل الشرح هيبقى اسرع. فيا ريت ما نكومش على نفسنا محاضرات عشان نلحق ونلاحق ان احنا نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه قبل شهر واحد ان شاء الله. الورك شوب بتاعتنا النهارده متقسمه كذا حاجه، متقسمه موديلنج، لايتنج، ريندرنج، اسف، موديلنج، لايتنج، تكتشرنج، ريندرنج، انفايرمنت، كومبوزيتنج، تقريبا كل الاسبيكتس اللي انت داينامكس، كل الاسبيكتس اللي انت هتتخيلها جوه سينما 4D هنتكلم عليها، او هنتكلم عليها على بعضها بالتفصيل، وهنسكراتش كده من بعيد حاجات تانية. فأتمنى تتابعوني قوي في الوركشوب دي ونبدأ على بركة الله. الأول هنعمل البتاعة دي. طبعا الموديل نفسه فكرته متاخدة من تشانل اسمها نيكوميديا تيتوريالز، لكن طبعا احنا قلنا ان احنا نشتغل بطريقتنا احنا، فاحنا هنموديل، لكن بعد كده ربنا يعينكم بقى على اللي هيتعمل. الاول تعالوا نعمل فايل جديد. انا هسيب ده بس للريفرنسنج، لان مش حافظ قوي، او الشكل مش في دماغي قوي، لكن هروح لويندو وهروح لطبعا انتايتل 2 ده، هقول له كلوز. طبعا احنا عارفين احنا عندنا ويندو بيقلب البروجكتس. هنعمل كنترول اس على ده ونروح لويندو ونروح على ده كده ونكنترول اس ده كمان، وده هنسميه توي كار دوت. اول حاجه هروح للريندر سيتنج. في الاوتبوت هنا انت بتظبط المخرج بتاعك كام في كام. طبعا من بريسيت بختار اللي انا عايزه. طبعا احنا شغلنا دايما هيبقى على فيلم فيديو. لو هتسلم لقناة شغالة بالنظام القديم يبقى هنشتغل على البال دي في او دي 1 دي في، لكن احنا هنشتغل طبعا عشان نابلود على يوتيوب او على الفيس، او وليكن هنسلم لشانل اتش دي، يبقى هنشتغل على اما الاتش دي او هنشتغل على الفول اتش دي. طبعا انت قدامك هنا اتش دي تي في او اتش دي في 720، ده الارتفاع بتاعه 29.97، ده الفريم ريت. الفريم ريت اللي هو معدل الفريمات في الثانية الواحدة، يعني الثانية الواحدة يبقى فيها 30 فريم. عشان كده احنا كمصممين الثانية عندنا وحدة زمنية كبيرة جدا جدا جدا، 30 فريم يعني كتير. فاحنا هنروح هنا على اتش دي في 25. انا هشتغل على 25 فريم. تقريبا انا كليكيت على حاجه غلط اهو. هو ده. سيبك من كل الكلام ده، دي ما بتفرقش في اي حاجه خالص في الفيديو دي، عشان لو هتطلع من هنا حاجه فيها طباعه او هتروح فوتوشوب وكمل. فريم رينج طبعا كارنت فريم، لان كل ما اعمل ريندر هيوريني الفريم بتاعي، لكن في الريندر الفاينل هقول له اول فريمز عشان يطلع لي الريندر للفريم من زيرو لغايه وات ايفر انا هحط هنا. مبدئيا انا مش همشي مع كل دول في مره واحده، لكن كل حاجه في وقتها. نقفل، هروح ل 90 ومبدئيا هخليها 300. ما اعرفش انا هحتاج كام، لكن هخليها كده. تعال نروح لفيو واقول له فريم ديفولت. فريم ديفولت عشان لو انت عجنت في الفيو بورت بالمنظر ده كده ومبقتش عارف براسك من رجليك، فيو فريم ديفولت.
بس رجعنا للديفولت فريم. تمام، طبعا قلنا الديستنيشن بتاع الكاميرا دي كده من نقطة سنتر، بسم الله ما شاء الله 20 متر من نقطة السنتر، فنخلي بالنا من السكيل. تعالوا نبدأ الأول الموديل بتاعنا، وهنبدأ نشتغل الأول على البادي، الجزء اللي في النص. هنرجع هنا ومبدئيا هروح للسلندر. طبعا هتقول لي احنا هنعمل روتيت للسلندر، خلي بالك من حاجه مهمه قوي عشان ما تحتس في المحاور. طالما نزلت اوبجكت زي السلندر مثلا، تمام، في الكووردس لو انت جيت بصيت هنقلب الاوردر من اتش بي بي ل اكس واي زد. طبعا ده اسهل، طبعا لو انت اشتغلت على النمط ده يبقى انت عندك اكس واي زد، تمام. وخلي بالك يعني لو اتورطت واشتغلت في الاول وحطيت كي فريمز واشتغلت، ما تقلبش، لانك لو قلبت الدنيا هتتلخبط، تمام. فين خلينا على اكس واي زد، اسف لفصل الجرس. طيب بصوا كده، لو احنا عملنا روتيشن، طبعا لو انت مسكت شيفت وضغطت وعملت كده هيروتيت بالمنظر المهرجل ده، يعني هتشتغل على كسر من 10، لكن انت بتكليك الاول على المحور وبعدين تمسك شيفت عشان يعمل سناب، هتروتيت كده جميل وتشتغل. ده مش غلط، بس على قد ما تقدر حاول تتفادى موضوع الروتيشن، خصوصا لما في البيزك، يعني في البارامتريك اوبجكت بتاعك، لان المحاور بتتقلب. لو انت عملت كده هتلاقي الدنيا اتقلبت. اللي يغنيك عن ده ويخلي الاوبجكت يعمل روتيت بدون المحاور دي ما تتغير، ان انت تروح لسلندر ومن سلندر تروح لاوبجكت ومن اوبجكت تقول له الاورينتيشن. اورينتيشن هو بيعمل ايه؟ هو بيقلب الاوبجكت، لكن المحاور بتفضل على الورلد، يعني زي ما هي. طيب الموضوع ده يجي ازاي؟ الموضوع ده يجي عن طريق ان انا بروح لاورينتيشن وبروح على بلس واي، مش بروح على بلس واي، يعني بختار من هنا المحور. ايه موضوع بلس واي وبلس زد والقصص دي كلها؟ بص كده، انت بتشوف الفيس او الوش بتاع الاوبجكت هنا، السلندر ده، خلاص. انت عايز الوش ده يشاور ناحيه فين؟ طبعا انت عايز تلفه كده، معنى كده ان الوش ده هيشاور ناحيه اكس، يا اكس موجب يا اكس سالب. فانت هتيجي هنا تقول له بلس اكس، او هتيجي هنا تقول له ماينس اكس، وات ايفر، بلس ماينس، هي كده كده السلندر اوله زي اخره. لكن لو اوبجكت له مقدمه ونهايه هتلاقيه فعلا عمل روتيت. لو انا قلت له مثلا بلس زد هتلاقيه لف كده على زد. هو ده موضوع الاورينتيشن. هقول له بلس اكس، وهرفع السلندر ده لفوق، و تعال نشوف السايز هيبقى عامل ازاي، وليكن يعني نكبر السايز ده شويتين، افتكر ممكن لو 70 يبقى تمام. الهايت، الموضوع ده على فكره يعني تقديري، وحاول حاول دايما انك انت تكون تقدره صح. يعني مثلا هو الشكل او الموديل ده موديل فانتزي، يعني هو ملوش وجود، هو حاجه تخيليه، مش عربيه مثلا، مش ونش، مش موبايل، يعني هو مش حاجه ليها طول وارتفاع والقصص دي كلها. فانت حاول تخليك تقدرها بعينك، يعني مثلا لو انت عايز تمشي برسايز قوي، انا ده الراديوس مثلا وليكن بالمنظر ده كده، دخلنا على القطر متر مثلا، فافتكر ان متر كفايه قوي. الهايت بتاعك انت بتتكلم، طب خلينا على 75 يبقى بتاع متر الا ربع، بتتكلم في 200 سم، يعني بتتكلم في حوالي 2 متر. فانا قلت له مثلا 275 افتكر هيبقى مش قوي، تمام. 220 افتكر هيبقى الدنيا كويسه. طيب طبعا المنظر ده مش حلو او مش هيخليني اعرف اشتغل، فانا هروح على ديسبلاي واقول له جراد شيدنج، جراد شيدنج عشان يطلع لي الاخ ده. حاجه مهمه، مش مهم، قصه مهمه بس شائعه جدا. حاول لما تبدا مجسم سلندريكال بالمنظر ده، خلي روتيشن عدد زوجي، يعني حاول تخليه عدد زوجي ما لم تكن انت محتاج حاجه غير كده، عشان على الاقل لو حبيت تاخد نصه تعرف تاخد نصه، الا لو انت محتاج
تعمل حاجه، ودي نادرا لما تخلي العدد ده فردي على فكره. فانا هروح عند ده مثلا، انا كده كده هحط تربو سموز، انا مش عايز الموديل يتقل قوي، في نفس الوقت مش عايز ابداه بسيجمنتس قليله عشان ما اضطرش ان انا في السب ديفيجن سيرفس اعلي السب ديفيجن سيجمنتس. فانا هروح ده 36، انا افتكر لو انا خليته 32 هيبقى كويس ومش هيديني عدد كبير. بس خلي بالك من الرقم ده، هقول ليه بعدين. طب انا دلوقتي عايز، مش عايز النقطة دي ليه؟ لان انا هطلع من هنا تفاصيل واطلع ديتيلز، فانا محتاج ان المكان ده ما يبقاش مثلثات، يبقى كوادز. هنشوف هيبقى كوادز ازاي. اول حاجة السلندر ده هنعمله ديتابول، تمام، ده مبدئيا. وكان ممكن ان احنا نخلص من الـ من الايدج دي، لكن على كل حال بما اننا عملناه اديتابل يبقى انا هروح للفيرتسز ورايت كليك واقوم قايل له اوبتمايز. في نقطه مهمه جدا، انا اولا عايز اعرف هل الاوبتمايز اشتغل ولا ما اشتغلش. يبقى زي ما طلعت الكاميرا ديستانس، انا عايز اطلع كمان حاجه هتطلع في الحته دي هنا اللي هي السلكتد بوينتس. هروح لمود واروح لفيو سيتنج، انا مش معلم على سيلكشن واير فريم فهعلم عليها، وهروح على الهود، وفي الهود هقول له سيلكتد بوينتس وسيلكتد ايدجز وسيلكتد بوليجونز. لو انت قلت له توتال بوينتس هيطلع كل البوينتس اللي موجوده في الاوبجكت، انا مش محتاج غير السيلكتد. بس في حاله زي دي في اوامر بتشتغل من غير ما تعمل سيلكشن على البوينتس، فانا عايز اقول له توتال بوينتس، كده كده هيطلعهم. اذا سواء انا عملت سيلكت او ما عملتش سيلكت هيبقى عندي التوتال وكمان هيبقى عندي السيلكت زي ما انت عايز. هنا الفريمز بير سكند، شويه حاجات بقى من اللي بنشوفها في الناس البروفيشنال. حلو منظره. المهم تعالوا نعمل رايت كليك واقوم قايل له هنا اوبتمايز. قبل ما اقول اوبتمايز اطمن الاول على الاوبتمايز ثريش هولد او تولرانس. تولرانس ثريش هولد الاثنين واحد. انا افتكر ان انا مش هعدي الواحد من 100 سم، كليك بقوا 66 بدل 131 اللي كانوا موجودين. اروح للسلندر واروح للبوينت مود واكليك البوينت الجميله اللي في النص دي، وشيفت واكليك البوينت دي كمان. قلنا احنا عايزين نقفل ده بكواد، يعني نقفله بشكل مربع، فانا هعمل رايت كليك وهاخد البيفل. قبل ما اكمل بقى هضغط هنا لان هنشتغل بادوات كتير بصراحه. رايت كليك وهقول له ايكون سايز وهقول له ميديوم ايكونز، ده ان لم تكن سمول، بس انا لابس نظاره ف هحول، فاللي زي حالاتي ما يبقاش يعملها سمول. خلاص انا محتاج اروح لويندو، من ويندو كاستمايزيشن، واقول له كاستمايز كوماندز او ويندو كاستمايزيشن وهقول له كاستمايز كوماندز. خلاص هروح ل هقول له ايديت باليتس عشان اقدر اخد واسحب. مش شرط اكتب هنا، انا ممكن اخد واسحب. فانا هقول له انا عايز نيو باليت، عايز باليت جديده. الباليت الجديده دي هتخص الاوامر اللي انا هستخدمها في الموديلنج، واللي انا هستخدمها في التاجز، واللي انا هستخدمها في الجنريت، عشان اريح دماغي من ان انا كل شويه اطلع فوق هنا وكليك والقصص دي كلها. فانا هاجي هنا، ومن هنا بقى انا هحتاج مين وانا شغال النهارده؟ هحتاج الاكسترود، هحتاج اكسترود. كليك على طول واقوم قايل له هنا ايكون سايز، واقوم قايل له ميديوم ايكونز، تمام. يبقى انا كده هحتاج الاكسترود، هحتاج الاكسترود انر، اكسترود انر، اكسترود انر. هي راحت فين؟ واحد فين؟ ما عمرها ما هتيجي، مش هتيجي. هتيجي مش هتيجي لان انا عامل سيلكت على البوينتس وما فيش اكسترود انر للبوينتس. الراجل صح، احنا اللي غلط. هقول له بيفل، بس هجيب اكسترود انر هنا. خلاص هقول له انا عايز كمان الادوات اللي بتعمل اكسترويجن او بتعمل سمك دول كده، تمام. بس اقول لكم كده تعالوا نروح هنا، لا بلاش هنا،
طب انا هطلع بره ايديت باليت مود وهروح هنا عشان اغير، تمام، وهكليك على حاجه كده واقوم جاي عامل اقفل بقى القايمه دي، رايت كليك هضحك انا عليه واقوم واخد دي كده، تمام فل. ارجع للايديت باليت مود واوبس، زي ما انت هات اكسترود انر، تمام، و هنحتاج ايه تاني؟ كده زي الفل، ماشي. هات له هنا جروب سيبريتور عشان نسيبريت الكام واحد دول، ونشتغل على الكات تولز. هروح على اللاين كات واروح على اللوب باث كات. انا ما افتكرش ان انا هحتاج البلان كات في الشغل النهارده. نروح على الادوات اللي بتعمل لحام، اللي بتلحم الفيسز، بتلحم الايدجز، بتلحم النقط. هقول له هنا حاجه بالمنظر ده، تعالى هات لي الستيتش هاند سو، وهات لي الويلد، وعايز كمان كلوز بوليجون هول، ومحتاج البريدج. دول اللي انا هقفل ومحتاج الديسولف زي الفل. نيجي بقى للنورمالز. انا ممكن فيس يتقلب مني الكلام ده كله. جروب سيبريتور، وهات الالاين نورمالز والريفرس نورمالز. الفرق بين الاثنين السهم الابيض ده، تمام. هحتاج مين كمان؟ هحتاج الاوبتمايز، احطها مع ادوات اللحام قبل الفاصل ده. جميل جدا. احنا عايزين ادوات بقى اللي بتفصل، خلاص عايزين ادوات اللي بتفصل، تمام. عايز منه السبليت والديسكونكت، سبليت، وعاوز الديس ديس 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 اهو ديسكونكت. كده 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 جميل جدا، كده جميل قوي قوي، حلو. ده كده احنا خلصنا منه، او ده هنسميه الموديلنج تول بار، ما لم نحتاج استنى، هنحتاج اطلع بره دي، تعالى هات دي، هات ايدج كده ورايت كليك. هقول لكم ليه ايديت باليت، فين كونكت بوينت ايدجز؟ اهي في الادوات اللي بتعمل لحام وكونكت، تمام. مش هحتاج غير. هنقفل كده، خلصنا من ده. نقفل او ناخد بقى البار ده كده، وناخد الاخ ده ونحطه مثلا هنا كده. اطلع بره الايديت باليت وناخد ده لتحت كده، تمام. كده الدنيا عندنا تمام قوي. فاضل السليكشنز، انا هحتاج سليكشنز نيو باليت وكده ايديت باليت. هنيجي على ده، انا محتاج اللوب سيلكشن. اسمه يا نهار ازرق، لا خلينا كده ميديوم. محتاج الرينج سيلكشن، ومحتاج فونج بريك سيلكشن، وهقول لكم النوع ده سبيشال جدا على فكره. واكيد هحتاج الام، لا استنى استنى استنى، طب ماشي. هات سيبريتور هنا، الانفرت ده هيبقى لوحده، لان هخلي معاه الجرو سيلكشن، وهخلي معاه الشرينك سيلكشن. انا محتاج الفيل سيلكشن، اقول لكم ده ظروفه ايه، وحتى بس انا مش محتاج دول. محتاج ست سيلكشن. ست سيلكشن دي احطها لوحدها اصلا. و ده كده او دي كده القايمة بتاعت السليكشنز. القايمة بتاعت السليكشنز دي انا ممكن اخدها هنا، ماشي معاك كده، تمام. او الاحسن، الاحسن الاظرف، لا خليها زي ما هي. خليها زي ما هي، او احنا ممكن نعمل رايت كليك واقول له ان دوك، ورايت كليك تاني
كولومز، اسف، هقول له تشينج اورينتيشن، تشينج اورينتيشن، واقوم جاي اعملها كده مثلا، و الذكاء اللي انا فيه ده هنا، شيل اديت باليت، و هنخلي دي. طبعا عندنا البار ده احنا ممكن نكمل فيه لبكره. خلاص، وفعلا هنكمل فيه، لان انا مش عايز ازحم الدنيا عندي. ده انا مش محتاجه، هروح لإديت باليتس تاني واقول له جروب سيباريتور، جروب سيباريتور تاني. كده فصلت فصله حلوه، افتكر واحد كده مش هيقدر. نيجي بعد كده ليه القايمه دي edit palettes، نطلع براها وناخد القايمه دي edit palette. هحتاج subdivision surface، وهحتاج الاكسترود، وهحتاج السويب. دي generators اللي انا هحتاجها. تمام. ممكن احتاج كمان لو رحت المجرف edit palettes، هحتاج الكلونر، بس قبل الكلونر اروح لجروب سيباريتور، جروب سيباريتور تاني، واروح للكلونر، وهحتاج كمان الفورمال فراكتشر، وكل الكلام ده هيتقال. و وبس. تمام. طبعا انت بتكستمايز زي ما انت عايز. في بقى شويه كوماندز بتخص التعامل مع الاوبجكتس، دي بقى مش هفضل اجيبها من القائمه الطويله العريضه دي، هروح هنا اسهل. افتكر لو احنا عملنا نيو باليت هتبقى اظرف، واروح هنا هقول له كونكت بلس ديليت. تمام. الامر ده الاوامر الجديده ما تقلقوش، هشرح مكانها الاصلي فين، يعني لو لقيت امر جديد هشرح مكانه الاصلي فين، فما تقلقوش خالص. وهقول له current state to object، ده انا برضو احتاجه. وهقول له PSR، هقول لكم ايه PSR ده. تمام. برضو هنا احتاجه. وهقول له delete without children. وعاوز تاني، عاوز تاني، عاوز تاني، عاوز تاني. show f curve، show f curve، بس show f curve ذات منه امر يخص الانيميشن، فهاخده لوحده show f curve. تمام. نقفل ده. على فكره هنا نسيت اكتب حاجه، symmetry، هحتاج السيمتري، بس السيمتري احطه هنا. و هحتاج الكونكت اوبجكت، الكونكت اوبجكت هخليه فوق، ليه؟ لان ايقونته شبه السيمتري بس مقلوبه. تمام. هو ده اللي انا اللي انا هحتاجه. هقفل الايديت باليت واعمل كده واخد، هو مش كان في باليت انا كنت عمال شغال فيها دلوقتي ولا راحت فين؟ تاني ويندو كاستمايزيشن، كاستمايز باليت، سبحان الله مش عارف راحت فين. طيب تاني نيو باليت، وناخدهم تاني بسرعة كده، كونكت بلس ديليت، و ديليت without children، PSR، و current state to object، show if curve،
show tracks بين الاثنين دول group separator وبين الـ PSR group separator. right click show icon وهقول له medium تمام. ودول هقوم واخدهم حاططهم فوق هنا لان دول يخصوا الاوبجكت مانجر، فانا هحطهم فوق هنا عشان يبقوا تبعه، او ممكن تاخدهم تحطهم تحت يعني اللي يعجبك، فوق تحت مش هنخسر بعض عشان فوق وتحت. طب الانترفيس دي عجباني، ولو ان لسه هكمل هكمل عليها تمام. عايزين نعمل لها سيف، هروح لويندو وهروح لكاستمايزيشن وهقول له سيف لاي اوت از. سيف لاي اوت از باي ديفولت بتروح في لايبراري في لاي اوتس، سيفها زي ما انت عايز تمام. ممكن تديها لاي حد يشتغل فيها، لكن انا عايز اعمل لها سيف بحيث انها تظهر هنا لما اضغط على لاي اوت تظهر لي. هروح على السي واروح على بروجرام فايلز ماكسون سينما 4 دي لايبراري لاي اوت، هنا هسميها جي اف اكس سي 4 دي وما الى سيف بالشكل ده هتلاقيها قدامك تمام. ممكن كمان عشان اخلي سينما يفتح بدي ويندو كاستمايزيشن سيف از ستارت اب لاي اوت بالشكل ده، احنا شغالين تمام التمام وزي الفل. نكمل سيلندر، انا كده كده عامل سيلكت على الاثنين بوينت اللي قدام واللي ورا تمام. هروح للبيفل تول وفرصه كمان نعرف الادوات من الايكونز، وهبيفل دي بالشكل ده كده زي ما انت حابب، تطلع قدام ترجع ورا بكيفك. انا اعملها مثلا كده اطمن الدنيا بتاعتي زي الفل وتمام جميل. دلوقتي انا مش عايز الفيس اللي في النص، هروح لده كده اسلكته وشيفت وسلكت الورق، واتاكد ان دايما دايما وانا عامل سلكت اتاكد ان اونلي سلكت فيزيبل اليمنت متعلم عليها، والا ما تلومش الا نفسك. ديليت، خلي بالك بعد الديليت في سينما تدلت بوينت تدلت ايدج تدلت فيس، روح للبوينت مود رايت كليك وتقوم قايل له اوبتمايز تمام، او زي ما هما كده وهنقوم رايحين لاوتوماتيك. نبص على الرقم ده ال 128 ونكليك، ما بقاش حاجه الحمد لله ان ما كانش فيه نقط زياده، هو بقت عاده بالنسبه لي ديليت وراها اوبتمايز تمام. او ساعات لما نشتغل مع الاكسترود او الكلام ده كله، لما تقول له سي او تحوله لايديتابل وراها اوبتمايز. السلندر نفس الموضوع. طب ازاي هنقفل؟ طب انا دلوقتي محتاج ارجع اقفل دي تاني، بس انا محتاج ارجع اقفل دي تاني بكواد يعني تتقفل بمربعات. مفيش طريقه على فكره هتقول لي اوصل، مش هينفع التوصيل هنا. في حل حلو، في حل ان انا احط هنا بلان 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 اللي هو ده، واخلي البلان ده يلحم مع النقط دي فتتقفل ككواد. طب ازاي؟ فاكرين في الاول احنا قلنا دول كام ايدج؟ طب لو احنا مش فاكرين ونسينا، بسيطه، روح هنا على اللوب سيلكشن اللي هي من سيلكت لوب سيلكشن، فهنروح لوب سيلكشن ونسلكت الايدجز دي كام؟ 32 ايدج. اذا احنا عايزين بلان الاربع ارقام بتوعه يعملوا 32 ايدج، 4 في 8 ب 32 تمام. هروح هنا البلان، طبعا البلان نزل بسم الله ما شاء الله 20 في 20، طبعا 20 في 20 دي معناها ايه؟ على فكره بص ال 20 واحده بس تمام، 20 في 4 معنى كده ان انا عندي 80 سيجمنت، وهنا عندي يا دوبك 32، اذا انا محتاج هنا 8 خلاص طبعا في 8 عشان يبقى مربع، اذا 8 في 4 ب 32 كده جميل. نخلي البلان ده يبص فين؟